طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه، احنا قلنا المعاكسات والخلافات، قلنا الابراج دي، ايه الخطأ اللي كل برج مش ممكن يتسامح فيه؟ اه طبعا كل برج تبعا لعنصره وطريقته وكوكبه الحاكم بتلاقي فيه حاجات ما بيقدرش يتحكم فيها. خلينا نقسمهم نارية ومائية وهوائية وترابية. خلينا نشوف ان الابراج النارية اللي هي نبتدي بالمائية بما نبتدي انه برج الصخرة. حلو حلو. اه كل سنة وانتم طيبين. اتعصب للابراج المائية. نبتدي بالابراج المائية. الابراج المائية، ايه الاخطاء اللي ممكن، يعني انت يا سهير لو انا سألتك ايه الخطأ اللي ممكن ما تتسامحيش فيه ابدا، يتعمل فيكي وتلاقي نفسك لا مش قادرة اسامحك، مش معدية معايا، ايه؟ نشوف كده فعلا. لا اكتر من حاجه، الكذب، الخيانه، الخذلان. صح. الى حد كبير قربتي من الاجابه. الابراج المائيه اللي هي الحوت والسرطان تحديدا، خليني استثني العقرب، الحوت والسرطان، كل ما يخص المشاعر والحب، كسره القلب، الخذلان، انك تخون علاقه بينا وحب، اي حاجه تخص القلب والمشاعر والاحاسيس لو اتكسرت عند الحوت والسرطان ابعد عن قلبي، فدي ما بقدرش اتسامح، انت ما خلتنيش انام، انت وجعت قلبي، انت كسرت قلبي. فالابراج المائيه الحوت والسرطان لا يتسامحوا فيما يخص مشاعرهم واحاسيسهم وقلبهم وكسره القلب وكسر الخاطر، الحاجات دي كلها. الخاطر. برافو عليك. ما بينسوش. ما بينسوش. عايزانا نقول ايه الابراج؟ والعقرب. هنقول العقرب لوحده، هحطه في حته تانيه، لان العقرب اجمد اجمد من السرطان والحوت. فمش فخليني نقول الابراج الناريه. ايه اللي ما يتسامحش فيه عشان نبقى خلصنا المائيه؟ ما انا هقول لك هحطهم بقى مع مين. الابراج الناريه هحط معاهم العقرب. الابراج الناريه اللي هي ايه بقى؟ القوس والاسد والحمل، وهضيف معاهم العقرب، لا يتسامحوا فيما يخص عزه النفس والكرامه والكبرياء. ما تقربش من، ما تهنوش، ما تاخدش، ما تسلبش منه حاجه تعرضه او تأثر على صورته او برستيجه او شكله، الحاجات دي كلها بتسامحوش فيها. يجي كده مثلا حد مولود اسد بعرين الاسد، ما تقربش من عرين الاسد. الحمل بتسرعه بعنفوانيته بعصبيته، القوس برتمه وايقاعه السريع، العقرب بالغموض وعزه النفس والكرامه، ما تقربش من منطقه الكرامه والاهانه والكبرياء وعزه النفس، جرح الكرامه. دول الابراج الناريه، يعني وبضيف ليهم العقرب لانه شبههم في الحته دي. الابراج الناريه بالاضافه للعقرب ما تجرحش كرامتي. اه كرامه والكبرياء. طيب الابراج الترابيه. الترابيه. الابراج الترابيه ما يخص الثقه. خلينا نقول الابراج الترابيه هي مين؟ هم العذراء، هم الثور، هم الجدي. الابراج دي مش بتدي الثقه بسهوله. يعني عشان تثق فيك بتعدي باختبارات كتير، اختبار مدى اهتمامك، اختبار مدى صدقك، اختبار مدى امانتك، عديت بالاختبارات دي مع الابراج الترابيه ادالك الثقه، فانت خدت الثقه بعد مجهود، خدت الثقه بعد اختبارات كتير. يوم ما هيديلك الثقه، لو خنت ثقه الابراج دي مش هيتسامح. ما تخنش ثقتهم فيك لانه اداك حاجه غاليه. فلا يتسامحوا في خيانة الثقة، في خيانة الأمانة، في خيانة حاجة قوية هو اديها لك، اوعى تخون ثقة الناس دي اللي هما الثلاثة الترابيين. آخر واحد معانا الأبراج الهوائية. الهوائية. جوزاء. كوكتيل ما بين اللي هما الجوزاء والميزان والدلو. الثلاثة دول لا يتسامحوا في حاجات كتير قوي. لا يتسامحوا في كرامتهم، في عزة نفسهم، لا يتسامحوا في جرح قلبهم، لا يتسامحوا في الثقه لو اديها لك. فانت لازم تكون حريص مع الابراج الهوائيه لان هوائيتهم وبرده حاله السلم اللي بيحبوا يعيشوا فيها مع الناس بيديك حاجات حلوه، فيا ريت ما تخونش، لان هم الكوكتيل الهوائيه عنصر الهواء بيخليهم كوكتيل، ولا تخون ثقتهم ولا تضغط على كبريائهم وعزه نفسهم ولا وكرامتهم ولا تجرح مشاعرهم، لان هم برضو الهواء بيديهم شويه رهافه في المشاعر والاحساس. فيعتبر الابراج الهوائيه الثلاثه دول ميزان وجوزاء ودلو كوكتيل ما بين الثلاث عناصر التانيين. احنا سعدنا جدا بيكي. كل سنه وانتي طيبه يا اجمل سوسو. ربنا يخليكي هلا. احلى شهر لاجمل ناس. ميرسي. ربنا يخليكي وبشكرك جدا. وكل سنه وانتم طيبين للعيد. كل سنه وبرج السرطان طيبين. واحنا لسه عندنا حلقات وهنقول برج السرطان كتير. كل سنه وانتم طيبين. يا رب ايامكم كلها حلوه. وان شاء الله باذن الله نتقابل السبت على خير. الستات على النهار دايما ودمتم دائما في احلى خير.